اسمها بودوار، 18 سنة. التخصص ديالي في المسافات الطويلة فيهم واحد التحدي، واحد المتعة. فاش كتجري الطريق كتبدا كتسافر، كتجري واحد المسافة طويلة ما كتبقاش في بلاصتك، بالنسبة للحلبة كتبدا تدور في بلاصتك، كيجيك الملل. الرياضه درت فيها واحد الثقه في النفس، ما خلاتنيش نضيع وقتي في شي حاجه خايبه ولا نمشي ندير شي حاجه خايبه. الوقت الفراغ كنمشي انني نمارس فيه الرياضه، ما كنمشيش ندير فيه شي حاجه خايبه. بدينا كندخلوا في مجال العاب القوى اكثر، كنشوفوا ان العدائين في المدن الكبار عندهم حلبات، وباللي حنايا في زاكورة ما عندناش، ما كنتوفروش على الحلبه. صافي قررنا اننا نتجمعوا في وقت الفراغ اللي ما يكونش الدراسه، ونمشيو نصايبوا ديك الحلبه، كنبداو نصايبوا فيها شويه بشويه مع البلاصه محجره وقاصحه باش انك تصايبها. صافي تكملناها في مده 7 ايام. ملي بديت كنجري الناس كانوا كيقولوا بزاف ديال الهضره، كما كانوش كيقولوها لي على وجهي، كانت كتوصلني من بلاصه اخرى، كيقولوا البنت بلاصتها غير الدار. واصلا واخا سوا درتي سوا ما درتيش، الناس راه داويين لا هما دير داكشي اللي انت مرتاح فيه وداكشي اللي انت بغيتي. كنقول البنات انهم يديروا الرياضه اللي هما غادي يرتاحوا فيها، واللي غادي يعرفوا راسهم غادي يعطيو فيها شي حاجه اكثر.